أعلن رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري أن الجامعة استكملت الإعلان عن نتائج القبول للعام الجامعي المقبل 2023/2024. وأوضح الأنصاري أن الجامعة كشفت عن نتائج تغيير الرغبات التي أتاحتها للطلبة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجامعة سعت إلى الاستجابة لأكبر قدر من رغبات الطلبة وفق مبدأ التنافسية الذي يتخذ المعدل التراكمي للطلبة مقياسا وحيدا للقبول. الى جانب الطاقه الاستيعابيه للبرنامج, للبرنامج الاكاديمي وشدد الانصاري على ان الجامعه حرصت على اتمام عمليه القبول في اسرع وقت ممكن وتوفير المقاعد الدراسيه لمستحقيها